كلنا عرفنا خلاص انه تم طبعا تأييد الحكم بالاعدام على محمد عادل صاحب الواقعة الشهيرة بتاعة فتاة المنصورة تعالوا اقول لكم اول تصريح من امه تصريحها هز القلوب حرفيا تعالوا اسمعوا كلام قالته لاول مره وتعالوا مع بعض كمان نشوف اهل نيره وفرحه عارمه امام المقابر بعد تاييد حكم الاعدام على محمد عادل محمد عادل اللي ناس كتير كانت متعاطفه معاه وبتقول ان هو كان مصير وان هو فعلا كان مغصوب على اللي عمله وان هو ما عملش كده وكان ملبوس وكان مسحور وحلق وكلام كتير كنا بنسمعه وكنا مع بعض دايما بنتابع هذه القضيه منذ فتره طبعا سكت عن الموضوع لان ما كانش فيه جديد النهاردة كان في جلسة طبعا وناس كتير شافتها آه وسمعت الخبر وعرفت وتأكدت انه خلاص كانت النهاردة اولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة باعدامه بتهمة انه هو تخلص من طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عايز أقول لكم أن المحكمة استمعت إلى مرافعات أربع محامين من دفاع المتهم محمد عادل وأوصت نيابة النقد اليوم بتأييد حكم أعدام محمد عادل ورفض الطعن المقدم في القضية ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين فرحان وما بين حزين طبعا أهل, أهل نيرة رحمة الله عليها ربنا يرحمها كانوا طبعا فرحانين جدا وزفوا راحوا دايما راحوا عند المقابر عشان يعملوا زفة كبيرة وقال النيرة الحمد لله النهاردة نامي وارتاحي حقك رجعلك يا بنتي الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجة وحشة وصبرنا وتهنى وشفنا إهانات إن احنا كنا السبب في وفاتك بس النهاردة خلاص المحكمة رفعت القرار وربنا هيجيب حقك كمان وكمان ارتاحي يا نيرة كمان والدة محمد عادل النهاردة انهارت بطريقة غير طبيعية ما بين بكاء وصراخ ابني مظلوم حرام عليكم ابني ما عملش كده هم اللي ظلموه ابني لبسوه قميص نوم وصوروه ابني كان بيعتبروه مش راجل، ابني تخلصوا منه وهو عايش، ابني للأسف للأسف اهانوه اهانات كتيرة وانا كنت ساكتة وعمالة اقول ربنا شايف ومطلع، ربنا عارف اللي حصل ومش هيضيع حق ابني، لكن الحكم ده حكم باطل وحكم ظالم، يا ابني يا محمد ربنا معاك، وكان ظهور النهارده محمد لافت جدا كان بالبدلة الحمراء ودموعه نازلة عمالة بدون اي كلام نظراته كلها حزن نظراته كلها ليه انا وصلت نفسي للحظه دي وكمان كان في ايده سبحة وكان عمال يقول يا رب وامه تقول له ادع ربنا وتشاهد كتير يا محمد تشاهد يا ابني الحمد لله ربنا اراد واحنا لازم نرضى بحكمه انا خايفة وزعلانة ومليش غيرك ومليش طهر الا انت بس هعمل ايه ده قضاء ربنا وقدره ربنا يرحمك يا ابني ربنا يرحمك يا محمد ربنا يرحمك ده كان كلامها طبعا بعد الصدور حكم الاعدام على محمد عادل ابنها. ابنها الوحيد طبعا ملهاش أولاد غيره لكن في ناس تانية كانت معترضة على الحكم وبتقول لأ هو ما كانش في وعيه وكان فاقد لأعصابه وكان تحت تأثير عصبي وإن محمد عادل وقع تحت تأثير عصبي ونفسه ونفسي أفقدوا التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية اللي تعرض ليها لها من أهل طبعا نيرة وإنه أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة والمعاملة السيئة اللي وجدها طبعا منهم لدرجة إنهم لبسوا قميص نوم وناس تقول لك ان هم فعلا كانوا اغتصبوه ودي حاجه كبيره جدا طبعا قالوا طبعا ان هم ما كشفوش عليه ولم يتم الكشف عليه ليه لو كشفوا عليه كانوا عرفوا ان هو تم انتهاك عرضه وهو رجل طبعا آه عايزه اقول لكم انه ده طبعا الحكم النهائي وكان الناس متوقعة ان الحكم لا مش هيبقى كده من اول جلسة وان هيبقى في جلسات ومرافعات ولكن تم خلاص تأييد الحكم على محمد عادل اهل نيرة طبعا آه بعد ما قضت محكمه النقد بقبول طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمه جنايات المنصوره شكلا ورفضه موضوعيا وتاييد الحكم الصادر ضده بالاعدام شنقا بتهمه طبعا التخلص من نيره